قواعد اللغة الإنجليزية، هيا بنا نتعرف على اللغة ذاتها من بدايتها، ونبدأ بأبجديتها. A كما في كلمة and، B bat، C send، D dog. E egg، F fan، G girl، H hen، I ice، J jug، K kite، L leg، M man، N net، O old، P pen، Q queen، R run، S sun، T table، U up under، V van، W wall، X axe، Y you، Z زبرا. إذا تعرفنا على حروف اللغة الإنجليزية، هيا بنا نجمع بعض هذه الحروف لكي نكون منها كلمات، ومن الكلمات سوف نكون جمل، وبالتالي يمكننا دراسة اللغة الإنجليزية وقواعدها. ولنبدأ بالكلمات التي عبرت عنها الأحرف. أخذنا حرف الـ E and نملة، D dog كلب، C cent عملة أمريكية 1% من الدولار، E egg بيضة، F fan مروحة، I ice ثلج، K kite الطيارة الورق، man رجل، old عجوز، queen ملكة، sun شمس، up فوق، van عربة نقل صغيرة، axe فأس، you أنت أو أنتم، hen دجاجة، jug درق، leg ساق، net شبكة، pen قلم حبر، run يجري، table منضدة، wall حائط، زبرا الحمار الوحشي المخطط.